فتاة في عمر 12 عاماً فضلت تقديم خدمة مجانية لأطفال قريتها في مركز ميد غمر، وهي تدريس المناهج الدراسية من سن 4 إلى 10 سنوات بدلاً من اللعب في الشارع، وذلك بعد توقف الدراسة بسبب أزمة كورونا. كنا بنلعب في الشارع وقلت لهم تعالى، أول ما كورونا جات قلت لهم تعالى ما أدرس لكم، أحسن تلعبوا في الشارع عشان المدارس اتقفلت وكده. قالوا لي ماشي، فقعدنا في الشارع وقعدت كنت بعلمهم في كراسة. واحد هنا في الشارع كان بيشجعني، كان بيقول لي علميهم واللي أنت عايزاه قوليه، وكان اللي جاب لي صبرة بخشب، وقال لي كان بيجيب لي طباشير وحاجات كتير وكراريس للعيال، وكان بيجيب لهم جوايز كتير، وقال لهم عشان كده شجعهم. الصور التي انتشرت لريم على مواقع التواصل الاجتماعي كانت من خلال عدسة مصور استطاع التركيز على التفاصيل التي لاقت إعجاب الجميع. والله هي الفكرة ما كانتش فكرتي أنا، يعني هي والدتي هي اللي نبهتني الحاجة زي دي، فدخلت بصيت على الموضوع لقيت إن الكادرات حلوة قوي، وأقدر إن أنا أطلع صور كويسة من خلال القعدة اللي هي عاملاها دي، من خلال انسجام الأطفال معاها والتفاعل اللي عاملاه معاهم، وحسيت ان في تجاوب ما بينها وما بين الاطفال، وبتشرح لهم بطريقه ممكن غريبه شويه بس بتقدر توصل لهم المعلومه. حاولت ان انا اخد الصوره من كذا كادر من فوق حتى، يعني بحس ان انا اظهر تفاصيل القعده كلها. فالحمد لله يعني انا بعد ما خلصت ونشرت الصور على السوشيال ميديا لقيت لها مردود حلو قوي وتفاعل كبير جدا. انا انبسطت جدا من رده الفعل والكلام الايجابي الكتير اللي جالي، فده حاجه بسطتني جدا يعني. من خلال ادوات بسيطه استطاعت ريم تحويل فكر مجموعه من الاطفال للاهتمام بمستقبلهم وتكريس مجهودها لخدمه ابناء قريتها. هدير صبري، MBC مصر.